نرحبوا بكم في عندنا في الجمعيه، وهذا الملعب اللي رانا ندربوا فيه. احنا الجمعيه عندنا برنامج سنوي وبرنامج رياضي وبرنامج اجتماعي في الجمعيه تاعنا. وراك تشوف عندنا ايكول دو فوتبول اللي راها متاصين هذه زونسيان جوار اللي معروفين على الساحه الوطنيه، بالراحو عبد الكريم مني الزقاي وبالبحري محمد اللي راهم اطرين هاد الاولاد تاعنا. وما يخفلكش باللي راه عندنا قريب 40 باز 40 كما نقولوا حنايا اتلات بوسان، وهذه لي بوسان موين داج تاعهم سي 6 حتى 9 وان شاء الله نطلبوا كما قال لك من السلطات باش تلفت عليها من جهتنا من هذا لهذه الناحيه هذه اللي هذا راه سي ايرت كاع من قدام كما نقولوا حنا من 47. يشرفني ان اتمم ما قاله الرئيس الجمعيه السيد عبد الكريم المغربي، ان هاد المدرسه اللي دايرينها ب كما قال لك ب حاجه ضئيله، ما عندناش كما قال لك امكانيات، وكاين غير المحبين الحمد لله كما هاد الماتيريال وهاد الصوالح. المحبين هما اللي كاين اللي دار مبادره، كاين اللي عاوننا، كاين نطلبوا كاع الناس كما قال لك ساكني ولايه سعيده واللي فيهم الخير يلتفتوا لهاد الجمعيه هذه، لان هاد الجمعيه خزان تاع مولوديه سعيده. مولوديه سعيده عندها هذا هو الخزان تاعها، حنا نكونوا هنايا الاولاد باش كما قال لك كل ولد تلقاه يضرب في لابورت نتاع سينيور ولا يروح للفريق الوطني، ولا احنا ما نجموش نبخلو من اي جهه، سواء يروح للنوادي الكبيره ولا يروح للنوادي الصغيره ولا. الحمد لله راهم هنايا كما قال لك اطارات اللي فاتوا في الفريق الوطني وراهم قابضين هاد الاولاد هادو. احنا كما قال لك كلمتنا اللي رانا باش نباشروا بها الكلمه ان الالتفات لهاد الجمعيه. اولا احنا ارتأت جمعيه قدماء اللاعبين ومسيري مولوديه سعيده، جاتنا في فكره باه ننشئوا واحد المدرسه هنايا تكوينيه. قلنا احنا رانا فانت كارير، قلنا نمدوا لهاد الاولاد الدراري الصغار هنا في ولايه سعيده. نتمنى ان شاء الله من السلطات المحليه والمعنيه بالامر تشوف، وخاصه الدي جي اس والاخر، احنا نتمنوا باه هاد المدرسه نطوروها، لما لا ان شاء الله نكونوا عده فئات تكونوا عندنا. نتمنى السلطات يعاونوا، لاخاطش الهوات هما اللي يخرجوا للبروفيسيوناليزم. يكذب عليك يقول لك كذا، الفرق الهاويه هي اللي راهي تعطي اللعاب الدعم للفرق الكبيره هذه. نتمنوا ان شاء الله ولما لا نكبروا ان شاء الله الجمعيه تاعنا، تكبر المدرسه هذه ونمدوا لاعبين ان شاء الله. احنا كاع لو ما يجيش لاعب يجي للمجتمع انسان صالح ان شاء الله، هذا ما نتمنوه ان شاء الله. وبارك الله فيكم وشكرا.